رح نروح لأولى محطاتنا صباحية عفاف، ويمكن كثير مننا بينسأل عن تحمل المسؤولية وقديه هو قادر أنه يتحمل مسؤولية حياته بشكل عام ويغير فيها أو لا. صحيح صحيح، حتى بتلاقي انه اشخاص بيفوتوا بحاله ياس واحباط وما بيعرفوا وقتها انه هن عديمين المسؤوليه، وبيفكروا انه هن ضحايا للظروف الراهنه، وانه كل شيء عم يصير حواليهم، حتى ممكن توصل فيهم الحاله لانه كل شيء يتدمر قدامهم وما يكون عندهم اي رده فعل ولا اي حيله لحتى يغيروا شيء من اللي عم يصير معهم. سلمى صحيح عفاف، ولكن الحقيقه انه بعض المحللين الاجتماعيين أو النفسيين بشكل عام بيقولوا أنه هذا الشيء غلط، مو يعني إذا أنا الظروف اللي حوالي صعبة وأحياناً أرغمتني أني أنا أعمل شيء معناته أنه أنا ماني قادر أني أقود حياتي مهما كانت ظروفي صعبة. بالعكس، دائماً الإنسان قادر أنه هو يغير أو أنه هو يتماشى مع التغيير بالطريقة اللي بيشوفها بتناسبه. وغيرها من التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا اليوم بالاستوديو الأستاذة سلوى عدنوس، وهي اختصاصية اجتماعية أسرية وأيضاً إرشاد نفسي. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي سلوى. صباحك. يعني هو الموضوع شوي بيحمل شوية تعقيد، بده وقت أو فترة أو حدا يرشده للشخص لحتى يفهم على حاله ويعرف هو حدا مسؤول ولا حدا عديم المسؤولية أو هو ضحية الظروف الراهنة اللي عم تصير حواليه. خلينا نتعرف على شخصية الشخص المسؤول، كيف بتكون صفاته؟ تمام، خلينا بالبداية نعرف المسؤولية، إنه المسؤولية هو قيام الشخص بكل شيء مهام المفترض إنها تكون هي موكلة له. يعني عندي وظيفة معينة، توصيف الوظيفة إنه أنا بدي أقوم بالمهام التالية، فالشخص المسؤول بيقوم بكل مهامه. الشخص المسؤول صراحة في شيء اسمه صفات مورثات بناخذها وفي صفات مكتسبة. في أشخاص بيخلقوا عندهم هالقوة هالكاريزما بشخصيتهم، وكمان التربية بتساهم بأنه يكون هذا الشخص عنده احترام لمسؤولياته والقيام فيها. ما في شخص ضحية ظروف، الشخص المسؤول ما بيشوف نفسه ضحية ظروف، كل ظرف هو تحدي بالنسبة له، بيعمل كل جهده أنه يتخطاه. أما الشخص الغير مسؤول فهو شخص دائماً يعيش في عقلية الضحية، دائماً بيقول لو أنا بغير ظرف كان بقدر أقدم أحسن، دائماً عنده مبرر لحتى ما يقوم بهالمهام، بيشعر بالضعف بالخوف. الخوف أكبر يعني حاجز بيمنعنا أنه نكون أشخاص مسؤولين. الشخص المسؤول هو شخص ناجح، هو شخص قيادي، ما فيكي تفصلي بيناتهم، لأنه لما بتقولي مسؤول معناتها قيادي لذاته، فأكيد قيادي لحياته. أما هو ما بيقدر يقود نفسه أو ما بيقدر يخطط لحياته، أكيد ما له مسؤول، وبده مين يدربه ويغير بهالموضوع اللي عنده. أكيد. طيب سلوى، المسؤولية هي شيء كتير مهم بالحياة بالعموم، وبتبدأ من الطفولة. يعني اليوم صحيح. أنا الطفل إذا بعلمه كيف يتحمل مسؤولية بشكل صح. فهذا الشيء رح ينعكس على حياته بشكل كامل. خلينا نحكي كيف اليوم الأهل بيقدروا يعلموا أطفالهم يتحملوا مسؤولية من عمر صغير، وأي سن تقريبا؟ موضوع كتير كتير مهم بالنسبة، لأنه أنا كيف بدي أعلم طفلي على المسؤولية؟ بالأول أنه هالطفل عنده قدوة الأم والأب. إذا الأم والأب ما مسؤولين، ما تتوقع أنه حيقدروا يدربوا ابنهم على المسؤولية. فبالدرجة الأولى كل شخص فينا بده يعرف أنه عنده مهام بالحياة، ما في إنسان ما عنده شيء، كلنا عنا مهام بدنا نقوم فيها ومسؤوليات بحياتنا، وتحمل مسؤوليتنا هو اعتراف بقدرتنا على نكون قادرين أنه نتحمل حياتنا. الأم كيف بتحمل المسؤولية لابنها؟ بتفكر الأم أنه هي بتبلش تحمل مسؤولية ابنها بعد الـ15. حقيقة أنه من عند الـ15 ينتهى تحمل المسؤولية. ببلش تحمل المسؤولية تخيلي من السن المبكر، يعني حنبلش من أول سنوات، أول سنتين. الفكرة أنه الأهل عندهم مشكلة، ما بنعرف كيف نوجه المهام لابننا، فبنعطي المهمة طويلة مبهمة بالنسبة له، معقدة. ضب الغرفة مثلاً، بالنسبة للولد كلمة ضب الغرفة، هو بيفوت على الغرفة بشوف فيها عدة أشياء، فيها لوحات، فيها خزانة، فيها تخيل، لا هي مهمة صعبة لكل الأعمار، فيها كل شيء يعني. إنه الموضوع الموضوع كتير صعب. نحن بدنا كتير نجزئ المهام وبدنا نكون واضحين. فأول سنتين
هو هلا عم يلعب، انت عم تنظمي وقته، فبتحطي بوكس مثلا معين حط فيه الالعاب، بتقولي له حط هدول الالعاب وبتقشري بايدك عليهم هون. هون بدنا نحط الالعاب. هلا ممكن كثير ان الولد عنده صفات الكسل ما بده، فهون انت بدك تلاقي طريقه بالترفيه، حنضب بالالعاب، حلو كثير انه نقيم الالعاب، يلا خلينا نقيمهم مع بعض، يعني بطريقه انه نقيمهم وعلمته التعاون وبلش هو يحطهم محلهم. بنتبه هالمهمه هل طبقها؟ كثير منيح. بعد فتره بنضيف مهمه ثانيه، بنبلش شغله كثير حلوه. هلا اول سنتين كثير منيح انه هو عم يحطهم وعم نتساعد انا وياه لحد 3 سنين، كثير عظيمه هالمهمه. بنبلش بعدين من 4 سنين مثلا اكلنا، حناخد صحننا على المطبخ، بلش اول شيء امناه على جنب، بعدين حناخد صحننا على المطبخ، بلشنا شغله، عرفتي كيف؟ نيجي بعدين حنرتب سريرنا، حنرتب المخده، هلا بعدين حنبدل شراشف السرير، يعني مهام صغيره بس شوي مهام صغيره. بنبلش بقى بالتبسيط لنوصل ل6 سنين، بلش نفرش اسناننا ونعلمه، طبعا كنا نساعده، هلا بلش هو يقوم بنفسه بالمهمه. لما بنوصل لمرحله 9 سنين لازم نكون ركزنا موضوع النظافه الشخصيه، لانه هو ببدايه التغيير عنده الفيزيولوجي بينتقل لمرحله المراهقه، بلش يعرق، فكتير مهم انا كون هي الصفه لما يوصل لل10 سنين هذا الطفل منتبه انه لازم يتحمم، انه لازم يمشط شعره، يلبس ثيابه. مثلا لما كان عمره 2 سنين رحنا عم نلبسه، انا عم لبسه البلوزه مو كله انا، يعني بترك مجال هو يفوت ايده بالكم، يعني هو عم يتساعد، يعني هو عم يتصرف. فالفكره انه الطفل بينشا انه هذا الشيء طبيعي يقوم هو فيه. من الشغلات كمان اللي نحن ما بننتبه انها خطا، انه ابني انا بضلني ملاحقته بالوظيفه وبكتبه الوظيفه وبدرسه، بعدين بلتحق بصير بدي اهتم باخوه الاصغر وبزته وبيتراجع لانه مو معور يدرس لحاله. فانا لما بيجي من المدرسه كيف علمتك المعلمه؟ كتب برافو وبعطي تحفيز ومكافئات، بيدرس لحاله، بحدد وقت، بشوف وين مشكلته، بساعده، ولكن هو يقوم بالمهمه بنفسه واتقبل تحصيله الدراسي واسعى ان يكون افضل، ما طول الوقت انا عم برفض هالمنتج اللي عندي. لما بتصرف بهالطريقه الطفل نما عنده حب المسؤوليه، لانه هو عم يشعر انه هذا الشيء طبيعي يقوم فيه، كل حدا فينا عنده مهام، عم يعرف شو لازم يشتغل، بلش يعرف في استقلاليه، هي غرفته عليه ترتيبها، هي دروسه هو بيقوم فيها، مجرد صار عمره 15 سنه بعامله كرجل، البنت بعامله كانثى. منبلش لما كان 7 سنين مثلا، روح اسال ماما شو الاغراض الناقصه بالبيت؟ شوف لي انت شو لازم نجيب؟ شو ناقصنا؟ منسجل، بعدين تعال نحسب انا وياك قد ايه صرفنا، تعال ننزل على السوق سوا، هاد مثلا شال شغله بده يحطها، تعال نشوف المنتج امتى بخلص، تعال نشوف شو مكتوب. فانت هون عم تخلي عنده التفكير المنطقي، فامور كثير بسيطه الاهل ما بينتبهوا لها. الولد بنحط اكل، بنطعميه، بنجيب له ثياب، بنلبسه، بنسجله احسن مدرسه، بنساعده ليدرس، صار عمره 15 سنه، بيتخانق هو واخواته، شوي سجلناه بالجامعه بس يتزوج او بس تتزوج، ما بنعرف نعمل شيء، وبنستغرب، ما نحن انشانا طفل كسول. معتمد علينا بكل شيء. معتمد علينا، ما بدنا ننشئ طفل كسول ولا بدنا ننشئ طفل غير قادر على مواجهه الحياه بدنا نقدم له كل شيء، لا، ببساطه حتى بدنا نبلش نعلمه يتحمل المسؤوليه بانه نحن هلا حنشتري هي الشغله، بعدين لا ما حنشتريها، شو جاي على بالك؟ هي مكموره، يعني هي مكان نحط فيه اموالنا، خلينا نقيم جزء صغير من مصروفك نحطه، يلا شو الشيء اللي ناقصنا لنجيبه؟ فانت علمتي تحمل مسؤوليه ماديه، تحمل مسؤوليه مهام، تحمل مسؤوليه دراسته، تحمل مسؤوليه كمان كثير مهمه وكثير بتساعد انه رعايه الاخر، لانه اذا كان هو رجل بده يرعى اسره، واذا كانت هي بنت حتصير ام وترعى اسره. فتخيلي انه تربيه حيوان اليف بيساعد كثير 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 بموضوع تنميه مهاره الرعايه، بتبلش من 5 سنين ل7 سنين. مهما كان الحيوان، سواء سمكه او قطه او مثلا عصفور او سلحفه، المهم الفكره شو؟
فكرة بدي أعلمه كيف ينظف غراضه بدون ما يأذي نفسه، كيف يراقبه، لأنه بحد ذاتها الحيوانات هي مدرسة، كيف يراقبه، كيف يتصرف، إمتى حط له أكله، شو ناقص أكل لنجيه. فأنت متخيلة هالمسؤولية الصغيرة جداً اللي هي بتأدي لمسؤولية كبيرة. مثل الأمهات زمان كانت مثلاً تقول لبنتها أنه ساعديني بأخوكي، بدون ما تشعر هي عم تنمي مهارة الأمومة عندها. هيك أنت بتضمني أنه يطلع عنا جيل ناجح، خاصة مع انتشار التكنولوجيا والطفل صار كل شيء عم يوصل لسن المراهقة، عم يشعر أنه ضحية وأهله لازم يقدموا له كل شيء وشو قدموا له، وهو ما عم يستوعب أنه هو طفل وبحاجتهم تماماً، طول ما هو كان عم ياخذ الحليب الببروني ويتحفظ. وبعدين خلص بدنا نفوت بمرحله، نحن اطفال وقلنا حياتنا، ولكن لابد ان نبدا بتحمل المسؤوليات شيئا فشيئا لنوصل للشخصيه قادره انها تتحمل المسؤوليه ونبني جواتها الثقه، يعني قدره انها تقود نفسها. اوكي استاذه، خلينا ننتقل للاشخاص يلي هنون عديمين المسؤوليه بالاساس، قد ما حاولتي معهم حتى لو الاهل كانوا ممكن انهم محاولين معه من هو وصغير ضمن عمله، وقت بيكبر في كثير اشخاص بنشوفهم يعني عديمين المسؤوليه، عديمين الالتزام بالقوانين ضمن الشغل، بالمواعيد، بالالتزام بشكل عام، المسؤوليه بشكل عام ضمن عملهم. خلينا نتعرف على هي الاسباب اللي وصلته لهي المرحله. هلا الاسباب اكيد بدها ترجع للتربيه. يستحيل انه الاهل تعبوا والولد يتحمل المسؤوليه وبس صار كبير ما بيتحمل المسؤوليه، لا هو عاش مدلل، كل شيء يقدم له ما حدا بيسأله ليش عملت أو ما عملت، عم ياخذ مصروفه وهو لساته يعني صار طالب جامعة بدون أي مثلاً أنه مهام يقوم فيها بالبيت، وبعدين دخل للعمل. فإذا هو ما متعود يلتزم لا بوقت دوام ولا بوقت ولا بمهام، أكيد بيلاقي صعوبة كتير كبيرة. من المهم جداً هلأ هون صرنا كبار، إذا أنا شخص راشد وبسن ناضج ومكتشف فيني عدم تحمل المسؤولية، فلازم اتخلى عن فكرة انه انا ضحية الظروف، او انا ضحية وظيفتي السيئة، او انا ضحية قوانين هالشركة اللي انا عم بشتغل فيها. اكيد لا، اذا هالعمل ما بيناسبني، ما بيناسب مواهبي، لازم لاقي عمل تاني. اكيد في ناس مواهبها ما بتحب التواصل مع الاخرين، ما بتقدر تشتغل بعمل في تواصل، مستحيل تشتغل بالتسويق مثلا، لانه بالتسويق بده يكون عندنا باع طويل، ممكن حدا يجي يضل ينزل كل هالبضاعه وبالاخر بيكون عندي شطاره كيف اقنعه، مو عصب عليه وقول له نزلت لي كل البضاعه وعذبتني اي ادفع لك يعني. فالفكره انه بدي يكون انا عندي مهاره، فانا بدي اشوف وين مهاراتي وطور مهاراتي. فاول شيء لابد ان اتحمل مسؤوليه اخطائي، كل ما انا فيه بالحياه يرتبط فيني انا، انا اللي وصلت حالي لهالمرحله، اذا لازم اتحمل مسؤوليه اخطائي وعالج. شو مشكلتي بالمسؤوليه؟ كسل، احد الاسباب الكسل. كيف بدنا نتعود؟ في مقاله كثير حلوه بتقول يبدا نجاحك منذ ان تبدا بترتيب سريرك، شغله كثير بسيطه، ولكن الشخص اللي بيقدر يطلع من غرفته ويترك سريره هو بيترك كثير شغلات. فاذا بنبدا بابسط الاشياء لابد انه نقدر نتحمل مسؤوليه اكبر الاشياء، فهي مثلا شغله. الشغله الثانيه انه هذا الشخص لازم يسيطر على الخوف. في ناس بتخاف من المسؤوليه، يعني بعض الاشخاص بيقول لي بخاف ياخذ هي الوظيفه، بيقول لك هي الوظيفه فيها مسؤوليه كبيره، لا ما بدي، شو بدي بوجع الراس. طب ليه انت مالك قد هالمسؤوليه؟ شو الشيء اللي ممكن يخليك تخطا؟ ليه ما نكون دقيقين بهالفتره اللي هي خلال دوام؟ ليش ما اطور مهاراتي؟ اي تغيير عاده يحتاج الى تعب، كلنا اذا غيرنا عاده نتضايق، اكيد عم نطلع من منطقه الراحه. يحتاج تغيير العاده 21 مره تتكرر ثم تستمر لسته اشهر تصبح عاده حقيقيه. قبل لا، اي حدا فينا غيري له، هلا نحن بنشرب قهوه الصبح لنصحصح، وقت برمضان بنصوم ثلاث ارباع العالم بتتقاتل مع بعضها، تغيير عاده مو شغله سهله. غيري مكانك، غيري طريقه شغلك، مثل ما شخص مثلا بينتقل لحياه من العزوبيه للزواج، فما حدا يفكر انه تحمل المسؤوليه شغله كثير بسيطه مثل رشفه قهوه، لا بدها تعب وبدها جهد وبدها مساعده من الناس اللي حواليك، وبده يبلش بالتدرج
ولا يمكن شخص يكون مسؤول إلا مثل ما قلنا يكون قيادي. فلابد أنه يشتغل على الشخصية القيادية اللي عنده لحتى يكون إنسان ناجح، لأنه إذا ما عنده صفات الشخص القيادي صعب يكون ناجح. أكيد. طيب أستاذ سلوى، خلينا نفرق شوي بين تحمل المسؤولية وبين ما شخص يحس أنه كل الدنيا أنا متلتلة فوق راسي، أو أنا إذا ما عملت هالشغلة بإيدي ما بتزبط، فبصير بيحاول يحط كل المهام على نفسه ويجرد الآخرين اللي حواليه من أهمية دوره، من أهمية قيامهم بأي شيء. لا، أنا فقط المسؤول، أنا فقط القادر على القيام بأي شيء، اللي حواليه غير قادرين. يعني خلينا نقول المركزية بالسلطة. تمام. هلأ في أشخاص قياديين كتير وناجحين، فهن بطبيعتهم بيقوموا بالمهام لحالهم طول ما أنت ما عم تقومي بمهامك. بس هدول الأشخاص هن ملهمين، يعني بيخلوك تنجحي وبيخلوك تقومي بمهامك. ولكن الشخص اللي ما بيقوم بالمهمة إلا لحاله، وكمان المهمة لا يقوم بها على أكمل وجه، وفي تأخر أو في تقصير، لا، هو شخص عنده خوف، مو تحمل مسؤولية، عنده خوف شديد. يعني خوفه الشديد إنه ما حدا حيعرف يزبط هالشغلة غيري. ليه؟ لأنه هو عنده هذا الخوف الداخلي إنه ما حدا حيعرف يزبط هذا الموضوع غير أنا، ما بتزبط، وبالتالي ما في إنسان بيقدر يقوم بكل المهام. فإذا هو عم يقوم بمهام غيره ففي تأخير. فتخيلي مثلا رب الأسرة كل شيء هو بده يقوم فيه، فأكيد مثلا شغلات ما عند النجار ما حتنجابها بسرعة، قصص كتير حتتأجل، البيت يعني ما حيكون ماشي تماما. وكذلك مثلا مدير شركة، هذا ناتج عن الخوف، ناتج عن ضعف بالشخصية. لو كان في قوة بالشخصية، القوة بالشخصية بيقول لك هي مهمتك وبدك تقومي فيها، ما قمتي فيها برا بيجي غيرك بيقوم فيها. وبيقوم هو بالمهام، هو قيادي كتير. هو الشخص أحيانا بيكون الشخص القيادي كتير حد، يعني أحيانا بيكون صعب، يعني بيكون شديد، فبتلاقيه مثلا بيسمح إنك تتحسني ولكن ما تحسنتي في موظف تاني، بيقوم بتطوير مهاراتك. أوكي، ما نجحتي بهذا المكان، ما بيخجل لك أنت غير مناسبة لهذا المكان. هون هذا الشخص القيادي المسؤول الناجح. أما الشخص اللي هو بس بده يقوم بالمهام كله وبالتالي هو عم يعطلنا، هذا هون شخصية فيها ضعف، فيها خوف. طيب خلينا نوقف عند نقطة كتير مهمة أستاذة. الأشخاص يلي بيتحملوا مسؤولية كل شيء، بتلاقيهم حتى ممكن من هنن وصغار بالفطرة عندهم هاي العادة، لحد ما يكبروا أنا بتحمل مسؤولية كل شيء، أنا بجيب، أنا بروح، أنا بشيل، أنا بحط. بيحس حاله ضمنياً ما بيعرف هو ليش، إنه أنا اللي لازم أعمل كل هاي الأشياء. خلينا نحكي عن هذا الأشخاص. هاي الشخص اللي بيكون عنده بالفطرة هو شخص قيادي. هو الشخص اللي بتلاقيه بفوت مثلاً غرفة بيلاقي لوحة مايلة هو لازم يزبطها، ما بيقول مين ميلة. صحيح. لا، مثلا في كركبة بيرتبها، في شغلة ناقصة، ما بيقبل حدا يساعده. هلا غالبا انه بيحب المشاركة. هلا اذا ما قبل حدا يساعده فهو شخص متعود يشتغل لحاله، معناته هو لما نشأ طفل كان يقوم بهالشيء لحاله، لا، لازم يتعلم على العمل التعاوني. لانه الشخص القيادي هو شخص بيحب يلهم الاخرين، بينبسط انك تساعدي، بس اذا كنتي عرفانه تساعدي. طب مو غلط هذا الشيء اوقات بيحملوا اعباء على كبر، انه بيحس حاله مسؤول حتى عن حدا ما بيعرفه، اذا شاف حدا ما بيعرفه بيحس حاله مسؤول. احنا مسؤوليتنا انه نقوم بمهمتنا. بس الشخص دائما اللي مسؤول كثير فعلا هو عنده الرعايه، يعني هو شخصيه، خلينا نقول نحن بنقول بالعقل، هو عقل الاب الراعي، يعني عنده الرعايه. فبتلاقيه عنده، بتقومي تيجي انت ضيفه لعنده في اهتمام كبير، لو لجأتي له بمشكله بيساعدك كثير. نحن بنشعر بالجاذبيه لإلهم. هدول الاشخاص اللي عندهم الكاريزما القويه، عندهم الشخصيه القياديه كثير، ومشكله انه لما انت بتحبي احد من هالاشخاص بصير صعب تطلعي منها، لانه بيقدم الاهتمام الكبير. بس نحن بنقول دائما لهدول الاشخاص انك حاول انك تركز على مسؤولياتك فقط، يعني ما تكون سبب بانه الاخرين يزتوا همهم عليك. عرفتي كيف؟ حتى انت تضلك ناجح. هن هدول الأشخاص بيكونوا ناجحين، ولكن يتعرضوا أحياناً إنه البعض يزت مهامه عليهم، بتقوم تتعبى الكاسة. تماماً. بحسوا تماماً بالغبن بكثير. أيوة أحيانا. تمام. طيب خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم إنه نحن ننمي هاي الحس عند الأغلبية، يعني ما يكون بس عندنا شخص أو اثنين هن مثل ما حكينا عندهم هاي القدرة، إما بالفطرة أو نجاح بالتربية العائلية. كيف فيني كبر من هذا المنظار شوي، منظار تحمل المسؤولية؟ حلو كتير سؤالك. بمجرد الشخص يتقبل إنه يكون إنسان مسؤول بيتجاوز كتير مشاكل بحياته. بيطلع من فكرة الدنيا ضدي، أهلي ضدي،
وظيفتي، يعني بيطلع من مرحلة التذمر، انت طلع من مشاعر سلبية بمجرد قول أنا سببت هالأمر إلي بدون ما أفوت بجلد الذات وبلش غير خطة حياتي، فأنا بتطور لحتى أكون إنسان مسؤول بدي سيطر على الخوف اللي داخلي. أول شيء لازم أعالجه خوف والتلبك والخجل الزائد. بس أحياناً في معوقات فعلاً بتكون حقيقية، يعني كمان ما بدنا نظلم مثلاً نقول إنه نحن أشخاص متذمرين، في أحياناً فعلاً بتكون ظروف بس بيكون هو الشخص لا أكيد، بس بيكون هو الشخص يعني ماشي بخطه مزبوط بس في معوقات. أوكي، ما في حدا ما عنده معوقات، بس هو عنده معوقات ومستمر. الغير مسؤول ما بيبلش لحتى يستمر، بضل قاعد بده تغيير خارجي لحتى هو يتحرك. وبتعرفي الإنسان اللي بده تغيير خارجي يعني حيتحرك، ما في تغيير خارجي، في تغيير من عنا داخلي، نحن بس نتغير من جوا كل شيء حوالينا بيتغير. ممكن تكوني إنسانة عندك أفضل شهادة وعندك أفضل نجاح وتدخلي عمل وتطلع لك معوقات مختلفة، ممكن تكون من خلال الموظفين، ومع ذلك بتستمري وبتتجاوزي التحديات لأنك أنت شخص مسؤول وقوي. الشخص اللي ما بيقدر يكمل مسؤوليته هو شخص عنده خوف، الخوف من الفشل، خوف بأنه الشغلة ما تزبط معه تماماً، الكسل، عدم التعود على هذا الشيء، بيخاف كتير، بيخجل كتير. هدول القصص اللي نحن لازم نتخلص منهم. لازم أنا ما خاف، في خوف إيجابي اللي هو بيحافظ على حياتي، الخوف الإيجابي اللي أنا ما أقطع الشارع بدون ما أطلع على السيارات. أكيد نحن دايما بنقول في خوف، في شجاعة، في تهور. نحن بدنا نضلنا هون بالشجاعة، الشجاعة صح، تهور غلط، خوف غلط. أنا بدي أكون إنسان شجاع، أنا ما في إنسان ما عنده مسؤوليات. بسأل نفسي لحتى ناخد طرف الخيط، بسأل نفسي ما هي أدواري في الحياة؟ شعني أدواري؟ يعني مين أنا؟ أنا مثلاً معلم، معناتها عندي دور تقديم مادة علمية، هالمادة العلمية لمين حتتقدم؟ لمجموعة من الطلبة. طيب هالمجموعة من الطلبة اللي هن جمهور، شو صفاتهم؟ هل هم مراهقين؟ هل هم أطفال؟ هم هم كبار؟ بدي حدد صفاتهم. هلأ إذا كانوا مراهقين معناتها أنا بدي أملك مهارة كبيرة من الهدوء وطولة البال والتعليم بالترفيه، وما كل شيء أعتبره شخصي، فهي عندي أول مسؤولية. ثاني مسؤولية بدي أقدم مادة علمية بشكل صحيح، لأنه هي فيها مسؤولية كثير كبيرة، وبدي أحاول ارفع مستواهم العلمي. طيب هل أنا فقط معلم؟ مثلاً أنا زوج، إذا أنا عندي زوجة لازم أعطيها الأنثى الحب والاهتمام، لابد مني أعطيها حب واهتمام وجدد حياتي دائماً. هل عندي أولاد؟ معناتها أنا أب، شو واجبي كأب؟ إني أمن احتياجات أولادي، إني حسس ابني إني أنا موجود، إني لعبوا شوي، طلعوا معي شوي إلى آخره. هل أهلي عايشين؟ عندي دور تاني اسمه رضاء الوالدين، لابد من إني زورهم. هل إيه عندي إخوة؟ عندي دور تاني إنه أنا لازم زور إخواتي. هل عندي أصدقاء؟ أكيد عندي أصدقاء، عندي دور اجتماعي لحتى ما أكون أنا بعيد عن الحياة الاجتماعية. إذن أدواري هي أنا شو بالحياة؟ فكل شخص بإمكانه يعمل هذا التمرين اليوم بكتير سهل وبسيط، إني يجيب ورقة وحدد أدواري. في دور بياخد كل وقتي، الوظيفة تطلع من الساعة خلينا نقول من الستة الصبح حبت فيه، يعني إذا وظيفتك 8 فعلياً أنت من السبعة، من السبعة للساعة 2 تقريباً نص نهارك. إذن هذا دور كتير هام، في عنده مجموعة من المهام لابد أني أتقنها. دوري الثاني مثلاً أنه أنا زوجة مثلاً، أو أنا مثلاً مالي زوجة، عندي أنا إنسانة مهتمة برعاية حدا مثلاً. طيب هل أنا بأدواري ضمن هالأدوار؟ هلأ بيجي على حالي، هل أنا عندي مرض أو شيء فلازم أهتم بحالي صحياً؟ بمجرد أعرف شو هي أدواري أكيد بقدر أنجح مع شوية شجاعة وشوية قرار بإني يكون إنسان مسؤول، وهي أهم شيء إني أعرف أنه لازم أقرر. أكيد أكيد يعني لا يمل، ويطول الحديث أكثر بهذا الموضوع إن شاء الله بالأيام القادمة. بدنا نشكر وجودك معنا. شكراً لك، صباحك شكراً لك سلوى على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكراً لك.